دكتور محمد عبد العزيز الطالب اختصاصي علم الاجتماع، مرحبا بك في مع نرتقي. أهلا بك، أهلا وسهلا، ومرحبا بجميع الإخوة المشاهدين الكرام، ونسأل الله أن نتعاون معا في الارتقاء. يعني فالارتقاء هو عملية مستمرة، الناس تأخذ ببعضها، فالمؤمن يعني مرآة أخيه، صحيح، وهكذا يرتقون. يعني أكيد نسأل الله أن يجعل لنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة الفائدة والثمرات، وأن تعود بالنفع على الناس. يعني إن شاء الله. أكيد. دكتور محمد عبد العزيز الطالب هو رئيس قسم الإصلاح والإرشاد الأسري، معهد دراسات الأسرة جامعة أم درمان الإسلامية 2008، عامل محاضر ثم أستاذ مساعد متعاون بقسم علم النفس جامعة أو كلية الآداب جامعة النيلين 2002 لحد 2007، عامل أستاذ مساعد بجامعتي تبوك وحائل بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 2008 لحد الآن. ودي يعني مرور سريع كده على السيرة الذاتية العطرة الملأ إن شاء الله بالكثير من الجوانب، وده واحد من المؤلفات اللي هو الشخصية السودانية، دراسة أنثروبولوجية نفسية. حندردش حول الموضوع ده، والكتاب موجود، يعني دي دعوة كمان للناس للقراءة والاطلاع عشان يتوسعوا أكتر. نحن من خلال الفقرة بناخد بعض الإشارات في هذا الموضوع. أنثروبولوجية يعني كلمة محتاجة نجيب عندها حبة. مصطلح علمي. هو طبعا يعني بدأ ان انا بس احب اصوب، انا مختص في علم النفس الاجتماعي، علم النفس الاجتماعي، ودي طبعا واحد من العلوم اللي بتجمع بين فرعي المعرفة، يعني الجانب الاجتماعي والجانب النفسي، وبتدرس السيكولوجية او نفسية الانسان داخل المجموعات او داخل الجماعات. بالنسبة لكلمة انثروبولوجي، طبعا معروف انه اي كلمة مختومة بلوجي معناها علم، وانثروبولوجي بتعني علم الانسان، وانثروبولوجيا نفسية بتعني انه علم الانسان النفسي، بمعنى انها تقاطع، هي كانت نتاج لتقاطع بين تخصصين مهمين اللي هو علم الانسان وعلم النفس. بتختص عادة بدراسة الثقافات الإنسانية، باعتبار أنه الثقافة الإنسانية هي منتوج لحركة الإنسان ولتعايشه مع البيئة الموجود فيها، من خلال بيئته الاجتماعية، من خلال بيئته الفيزيائية، بينتج لنا ثقافة بتكون عبارة عن سلوك مشترك بين مجموعة من الناس. أثر هذه الثقافة على الإنسان وأثر الإنسان نفسه على هذه الثقافة بيدخل لنا هنا الجانب النفسي، لأنه الثقافات بلا شك أنها هي المحدد الأساسي لسلوك الإنسان. يعني الآن لو ضربنا مثال بالشخص مثلا السوداني، بينطلق من خلفية الثقافة السودانية، بالتالي السلوك اللي بنتوقعه بحكم الإطار المرجعي الثقافي بيمثل لي شخص سلوك إنساني سوداني بيميزه عن آخرين. لما نجي في إطار أوسع نتكلم مثلا عن الثقافة الإسلامية، الآن أنا الثقافة الإسلام رغم أنه هو دين، لكن كمان دين فيه بعد ثقافي، لأنه بيشكل سلوك الإنسان وبحدد لك وبأطر لك السلوكيات اللي أنت بتفضلها وبتسلكها ويتواطأ عليها الجميع في خلال الحياة ومناشيط المختلفة. لذلك بنلقى مثلا زي الثقافة الإسلامية بتحدد أنه هذا الشخص مسلم، الثقافة العربية كذا. ولذلك نحن لما نتكلم عن الأنثروبولوجي بنتكلم عن علم الإنسان، فيه جانب الحفريات، فيه جانب الجانب المرتبط بالآثار التركة الإنسانيين الأول، وهكذا تتقاطع العلوم لتنتج لنا فروع جديدة. كلما تغزرت وتكثفت المباحث في العلوم بيحدث هذا التقاطع لينتج لنا معارف جديدة. لذلك علم النفس بحكم هذا الثراء المتراكم من المعرفة، علم الإنسان بحكم هذا الثراء المتراكم أيضا من المعرفة، أنتج لنا معرفة وليدة سميت بالأنثروبولوجيا النفسية. وبعتقد أنه وكما ثابت في كثير جدا من المراجع أنه دراسة الأنثروبولوجيا النفسية كانت مدخل مهم جدا من مداخل الاستعمار، لأنه كل المشروعات الاستعمارية اللي حدثت في القرن الماضي قامت على فكرة دراسة الإنسان من حيث الجوانب النفسية. طيب نعم دكتور، يعني أنا آسف للمقاطعة لكن داير أقول شنو،
نحن بس نوسط المسألة شوية ايوه نعم عشان المشاهد كمان صحيح يمشي معانا واحدة واحدة، ويا ريت كمان في التبسيط ده نحن نتناول أهمية إنه الناس تقيف عند الموضوع ده نعم كويس. ونحن في معا نرتقي، خليني بس أشير إنه لا يمكن ارتقاء ولا يمكن رقي، لا يمكن تعامل حسن تعامل جميل إلا إذا درسنا الإنسان ودرسنا سلوك الإنسان. وطبعا يعني نحن طبعا يعني حريصين ان نبسط المعرفه بلغتكم معقوله ولغه يعني مستوعبه في حدها الادنى، لكن طبعا المدخل لما يكون علمي اللي هو نتكلم عن الانثروبولوجي بيدخلنا لابد في ان نتكلم عنها زي ما جات في الكتاب يعني حقها. لكن بنتكلم نحن عن اهميه دراسه الشخصيه عموما، الشخصيه القوميه والشخصيه السودانية على وجه الخصوص ودور المسألة دي في تحقيق الارتقاء. طيب أنا لا أستطيع أن أرسم مشروع ارتقائي ما لم أن أكون مدرك للواقع الآن. يعني أنا أي خطة أو أي مخطط أنت بتعمله بتدرس المعطيات الموجودة عندك الآن من ناحية نقاط القوة نقاط الضعف الفرص المتاحة إلى آخر هذه الأشياء دي بتدرسها، ومن ثم بترسم مشروعك الارتقائي. نحن بنفس الطريقة لو جينا نتكلم عن الشخصية السودانية مثلا، عايزين نرقي هذه الشخصية السودانية إلى أعلى مساف في السلوك في الإنتاج في مناشط الحياة المختلفة، بالضرورة أنه نحن نعرف ما الذي يتوفر لدى هذه الشخصية، ما هي خصائص هذه الشخصية، ما هي سمات هذه الشخصية، ما هي الجوانب الإيجابية في هذه الشخصية، ما هي الجوانب السلبية في هذه الشخصية، ما هي الآفاق التي يمكن أن نحرك فيها هذه الشخصية ونرتقي بها إلى وضع أفضل مما هي عليه الآن. دي أسئلة نستطيع أن نجيب عليها من خلال دراستنا المتعمقة لواقع الشخصية السودانية الآن، ولمعرفة مصادر تشكيل هذه الشخصية السودانية الراهنة على وضعها الحالي. كيف يعني تشكلت هذه الشخصية؟ المصادر اللي أنتجت لنا هذه الشخصية، لأنه أنا لو عرفت المصادر اللي أنتجت لي هذه الشخصية أستطيع أن أحرك هذه المصادر، وبالتالي أقدر أنتج سلوك آخر أو سلوك جديد، وممكن أيضا أعزز بعض السلوكيات الإيجابية. الشخصية السودانية هي هم بشر، هذا البشر توجد في رقعة جغرافية بينهم في مجموعة من المشتركات، سواء كان في المناخ سواء كان في التاريخ السياسي سواء كان في الثقافة سواء كان في الدين سواء كان في الجغرافيا سواء كان في كل هذه الأشياء أنتجت لنا سلوكيات مشتركة. طيب نحن إذا درسنا هذه السلوكيات المشتركة بنقدر نصنفها لسلوكيات إيجابية مرغوبة وسلوكيات سلبية مرفوضة. الإيجابية بنسعى إلى تعزيزها بأساليب وبوسائل منها معرفة مصدرية هذه الخصائص أو هذه السمات أو السلوكيات، وكذلك ينطبق الحال على الشخصيات أو الجوانب السلبية. إذن كمشروع نهضوي أو كمشروع بناء أو كمشروع استراتيجي لا نستطيع أن نبني أي خطة عمل على مجال تعديل السلوك ما لم أنك تقدر تشخص السلوك الراهن صحيح وتحلل هذا السلوك وبناء عليه وتبني مخطط لتعديل هذا السلوك. طيب خلينا نقف مع ملامح دراسة الشخصية السودانية، مراحل الدراسة ومدة الدراسة، الرقعة المدروسة، اصطحابك لكثير جدا من معطيات الواقع. تعالي. طيب الدراسة هي طبعا دراسة نوعية، ونحن لما نقول دراسة نوعية يمكن ما كان فيها البعد الميداني، يعني احنا ما طبقنا استبانات او طبقنا كده عشان نجمع اكبر قدر ممكن من السلوكيات ونجري لها عمليات تحليل احصائية، اشياء علمية كده معقدة. لكن هي كانت نتاج لدراسة لكثير جدا من الوثائق، ويمكن لو اطلعت على القائمة الفهرس يمكن في اكثر من 300 او يزيد من المراجع دي ادتنا اضاءات لمجموعة من الجوانب. اضافة الى ذلك النظر المتعمق اللي استمر فترة 4 سنوات، يعني الدراسة دي استمرت 4 سنوات انا بكتب فيها وخضعتها لتحكيم من قبل اكثر من 12 او 13 من العلماء المختصين في مجال علم النفس وعلم الاجتماع.
واستنرت بكثير جدا من آرائهم، عدلت كثير جدا من الرؤى والأفكار. أضف إلى ذلك أنه أخضعت الكتاب أيضا إلى حلقات نقاش يمكن 2 أو 3، برضو كان يعني طرحت الفكرة الأساسية للكتاب، واستنرت بآراء العديد من الدارسين والباحثين في هذا المجال، بالإضافة إلى المصادر المرجعية وخلافه. لكن الفكرة أساسا انطلقت يمكن من بعض من المواقف حياتية معينة، من أهمها في يوم من الأيام، وده كان ممكن عنده ارتباط بما تفضل به الأستاذ قبل شوية، يعني في أنه أنا دخلت في دورة تدريبية في مجال الاستراتيجية، فلاحظت أنه كل الكلام عن الاستراتيجية بيتكلم عن استراتيجية الأمن الغذائي، الاستراتيجية الاقتصادية، كذا كذا، بنخطط نحن ل10 سنوات ول25 سنة على مستوى الدولة. لكن لاحظت أنه المسألة دي خلت من جانب مهم جدا، اللي هو جانب التخطيط الاستراتيجي على مستوى سلوك الإنسان نفسه، لأنه في النهاية الاقتصاد ده مربوط بحركة الإنسان نفسها. صح. يعني إحنا مثلا الآن السوداني قد يصنف بأنه شخص غير منتج، أو قد يصنف بأنه قيم العمل عنده في أدنى سلم الأولويات بالمقارنة مع القيم الاجتماعية. صح. يعني الآن أنا بكون قاعد شغال مثلا في مدرسة مدرس، لو جاني قريبي ودعمي بطلع من الحصة وبنمشي نجيب الفول ونقعد في المكتب وخلاص، بقى موضوع خلاص اجتماعي. بنمشي ندخل المؤسسة بنلقى أنه كل العاملين فيها أجروا حافلة ومشوا لأنه بتخالة المدير ماتت مثلا، وقفوا العمل عشان الجانب الاجتماعي. ففي مجموعة كبيرة جدا من السلوكيات نحن ما لم أنه نعمل حصر، نعمل تقويم لهذه الاستراتيجيات في ضوء الاستراتيجية، هذه السلوكيات في ضوء استراتيجية البلد نفسها في أبعاد المختلفة، حتى الاستراتيجية الأمنية، الاستراتيجية الاقتصادية، الاستراتيجية العسكرية، كل هذه الأشياء لا تستطيع أن تبني أي مشروع استراتيجي ما لم أنك أنت تكون مدرك لحال وخصائص وسمات الشخصية الراهنة، وبناء على تنسجم كل هذه الأطروحة عشان تمشي لقدام تنتج لي سلوك مرغوب واستراتيجية متكاملة. فأنا طرحت التصور دي ووجد حظه يمكن من النقاش المستفيض في نهايات الدورة التدريبية، وأنه نحن بحوجة ماثة لأنه نخطط على المستوى الاستراتيجي للسلوك. وبالفعل يعني قدمت المسألة دي في شكل مشروع مقرر دراسي في معهد الدراسات الاستراتيجية بجامعة أم درمان الإسلامية، وبعد ذلك بدأت فكرة الكتاب يعني، فبدأت كتبت فيه جزء واستمر الوضع وظليت في حالة يعني قنص زي ما يقولوا ناس الصيد، في حالة قنص مستمر لكل ما كتب عن الشخصية السودانية. أخذت أرصد وأحلل إلى أن الحمد لله رب العالمين يعني وله المنة تم إنتاج الكتاب إن شاء الله. أكيد من خلال كلامك أنا عرفت إنه شخصيتنا السودانية دي اجتماعيين كده نحن بيها طبعا يعني، والمسألة دي لها دور في تعاملنا، في التزامنا بالعمل، بضوابط العمل، لوائح العمل الموجودة، العقودات اللي ممكن توقعها مع أي واحدة من المؤسسات أو إن كان حكومية أو خاصة. فبطبعا كده بنمشي برا السودان كمان برضه الحكايه دي بتمشي معانا، وبنكون مجاملين كده في المناسبات، وبنكون مجاملين في حاجاتنا يعني. بس اللي انت خلاصه الدراسه انها هي ايجابيه محتاجه تعديل، ولا محتاجين احنا نعرف الزمن اللي ممكن نزور فيه زميلنا اللي حصلت له مثلا وفاه او غيره في تعديل للزمن، ولا تغيير السلوك نهائيا يعني؟ واشوف في ازمه كبيره جدا في الشخصيه السودانيه. نحن لما نجي نتكلم عن مصادر السلوك، السلوك انت لما تدرسه بتدرسه في اطاره الجغرافي والثقافي. انا عايز اصل لنقطة انه المجتمعات في حالة التمرحل او النمو بتبدأ من مجتمعات تقليدية وتمشي لمجتمعات تتطور الى ان تصل الى مجتمعات حداثوية، بمعنى انه تسود علاقات العمل وتسود يعني شكل الحداثة الموجود يعني الدولة الحديثة يعني. نحن طبعا بطبيعة الحال مجتمعاتنا مجتمعات ريفية، هذه المجتمعات الريفية التقليدية
عندها خصائص معينة، هذه الخصائص بتشبه نظام كسب العيش في هذه المجتمعات، وكل الحياة تكون منسجمة مع بعض. يعني الناس مثلا في المجتمعات الريفية بيعيشوا على الزراعة وبيعيشوا على الرعي، حتى الزراعة حقتنا نفسها هي زراعة مطرية، مربوطين نحن بالخريف جاء كويس الخريف ما جاء كويس، الزمن عندنا ما عنده قيمة، الزمن ما عنده قيمة. الرعي، الراعي بيمشي، يعني حتى الآن احنا ما زال رغم انه السودان هو يعتمد اعتماد كامل على الثروة الحيوانية، ما زال الراعي عندنا تقليدي، ما زال الراعي عندنا تقليدي، ما قدرنا حدثنا هذا الإطار. طيب دي مجتمع مجتمع تقليدي، عنده سلوكياته، عنده أسلوب معاشه، عنده ثقافته، عنده علاقاته القرائبية، علاقات الدم، عنده مجموعاته الإثنية، كل هذه الأشياء في محاضنها الأساسية، يعني في 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 بيئتها الأساسية بتكون مقبولة جدا. ما الناس مشوا الصباح زرعوا الضحوة، جو مشوا ظهرية، جو بعد كده ما عندهم وقت، ما عندهم مشكلة في الزمن، يمشوا يزوروا، يمشوا كده، يمشي. اليوم أنا ما عايز أمشي الزراعة، أمشي أزور واحد. لكن بتظهر المشكلة لما يكون في تلاقي مع. تظهر المشكلة لما يحصل انتقال. من الطور التقليدي ديه، من الطور التقليدي الريفي ديه، يحصل انتقال للدولة الحديثة. طيب يا دكتور نحن ما ضاربين في العراقة والأصالة. أيوة والزمن. أنا بدي عايز أكمل لك فكرة معينة لو سمحت لي. نشيل كل خصائص البداوة ديه وخصائص المجتمع التقليدي وندخل بها على المجتمع الحديث أو على الدولة الحديثة. فبنبقى نحن يعني زي محنة البغل، لا هو حمار ولا هو حصان. بيبقى الأزمة في أنه أنا بدخل بعقلية البداوة وبدخل بها على الدولة الحديثة، فبشوه الدولة الحديثة وبفقد النكهة حقة البداوة لأنها طلعت من محاضنها الأساسية. فبيبقى عندنا مثلا قيمة الزمن، الزمن الآن نحن في مؤسسات الدولة كلها ما عنده معنى، الموظف يتأخر ما يجي يطلع، الناس تيجي تقعدوا انتظروا الموظف إلى آخر هذه الأشياء. يجيك مثلا الناس تطلع عشان تمش تعزي، يجيك واحد مثلا عشان قريبك، ودي بتظهر لنا في مشكلات المحسوبيه في اجهزه الدوله، لانه الروابط القرائبيه وروابط الدم وغيرها من كثير جدا من السلوكيات البداوه ظهرت لنا في المدن وفي الدوله الحديثه. ودي طبعا بتقودنا لجانب مهم جدا، انه ظاهره تريف المدن. وطبعا المسألة دي نفسها الانتقال اللي حصل دي، الانتقال او الطور الانتقالي، الطور الانتقالي ان احنا ما قلنا عندنا الطور الاول، الطور الناس ماشيين على الطور الثاني اللي هو الحداثة، فحصل لهم حالة غفز في الطور الانتقالي، ما مشى بالتدريج. عشان كده الناس هجمت على المدن نتيجة لظروف كثيرة، منها يعني ظروف كثيرة ممكن ما عايزين نستفيض فيها، لكن حصل انتقال فجائي، فدخلوا الناس على المدن بخصائصهم الريفية. وبنشوف يعني لو مشيت المدن رابطة أبناء كذا كذا كذا، رابطة صحيح. أبناء كذا كذا موجود الآن في الخرطوم، يعني دار تجمعات تجمعات. أضف إلى ذلك أنه أحيانا الناس بيحصل، وده عطفا على كلامك حق الغربة، يعني الناس لما يكونوا في الاغتراب، صحيح يمكن يكون في مجال العمل ضوابط ولوائح العمل تلزم ببعض من الخصائص حقة الدولة الحديثة، لكن ما بعد ذلك حتى في المجتمعات الهجرة بنلقى أن السودانيين أكثر ارتباطا ببعض وأكثر شعورا بتهديد ثقافة الوطن الجديد أو البلد الجديدة. عشان كده بتلقاهم أنهم يحرصوا على أنه لابد أن يجيبوا أبري معاهم، لابد أن يجيبوا أويكا، لابد أن يمشوا يأكلهم فتفت، لابد أنه كده، وتلقاهم يتحركوا في شكل جماعات. دي نتائج طبعا للمجتمعات الجاية منها كان فيها ترابط قوي جدا. نعم. الترابط القوي ده فيه ميزات في مجتمعات هناك. فيه ميزات لأنه مجتمع قائم على التكافل وعلى الترابط بحكم ظروف العمل وبحكم عوامل كثيرة جدا. صحيح. لكن لما تجي تنقل نفس الروابط دي عشان تجي تنقلها في 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 دول المهجر، واحدة من مشاكلها أنها بدعوق عملية الانصهار في المجتمعات البديلة دي. بدعوق بتخلي أن السوداني منعزل ومنكفي على نفسه، ويظل يعني سوداني بنكهته دي إلى وقت متأخر جدا. حتى الجيل الثاني من الاغتراب لما يحصل له الضغط الثقافي من البيئة المحيطة به ويبقوا أصحابه كلهم من الثقافات مختلفة، وهو الأسرة بتضغط عليه عشان يحافظ على ثقافته دي، بنلقى أنه بيحصل له صراع شديد جدا
عشان يحصل له نوع من التوافق مع الاخرين. تلقى اثنين ما بعرفوا بعض لاقوا برا السودان ممكن يسلموا على بعض ويندهشوا لحولهم انه يا اخي معقوله صحيح صحيح وكل ما تلقى السودان يسلم على وياه معقول انت بتعرف الناس دي كلها والمساله دي بتتم بالمناسبه بطريقه لا شعوريه صحيح تلقائيه كده. طيب نحن لو جينا نتكلم عن 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 القياس بمعيار السلبيه والايجابيه فيما يختص بدراسه الشخصيه السودانيه. هي طبعا في قائمة طويلة يعني الآن في الكتاب هنا أنا يمكن أوردتها والجديد في الكتاب أنه حاولت أمصدر بمعنى أنه أنسب كل خاصية للمصدر اللي جات منه وأصنفها هي سلبية ولا إيجابية. يعني مثلا نحن وفي بعض الخصائص بالمناسبة دي يعني اتباعا للكلام اللي قلنا قبل شوية في بعض الخصائص في بيئاتها بتكون خصائص حميدة صحيح لكن في لما تنقلها لبيئة تانية بتكون يعني ذميمة ولذلك بنلقى انه لو جينا تكلمنا عن عن الخصائص الإيجابية في الشخصية السودانية بنلقى انه في الكرم في التكافل الاجتماعي بنلقى في حسن الضيافة بنلقى في مسألة الزهد الزهد ومسألة العفو ومسألة يمكن التسامي يعني التسامي ومسألة العفو ومسألة يعني الروح الطيبة ومسألة يعني جانب الزهد ده لما يعني يطغى على الإنسان بيخليه أنه حتى بيقزم من طموحه ودي بنشوفها يمكن يكون في 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 دول المهجر صحيح. يعني أنا السوداني طموحه محدود جدا ويعني كمان برضو من الأشياء المحمودة في الشخصية السودانية البعد عن التزلف للسلطة أيا كانت هذه السلطة ودي يمكن يكون بتضعف موقفه في كثير من دول المهجر مثلا بالذات في الخليج مثلا بتجي الجنسيات الأخرى يتزلفوا لصاحب السلطة وصاحب العمل السوداني لا ودي يمكن يكون بتقودنا لتاريخ بعيد يعني من صحيح. يا واقفا بابواب السلاطين ارفق بنفسك من هم وتحزيني ف يعني في ادبنا انه نحن بنرفض المساله دي مساله الزهد برضو ما عندنا تكالب شديد على الحياه وبنعلي قيم كثيره جدا في مقابل المساله دي يعني وبتظهر لنا المساله دي في تراثيات كثيره يعني في الامثال الشعبيه يعني يقول لك الدنيا دار الغش خربان وبنايه ينقش وبعدين عندنا مساله احيانا التمرد على القوانين يعني بنحس بانه السودان احيانا بتظهر فيه انفه كده غريبه بتخليه انه يتمرد على القوانين ودي بتظهر لنا في اللوائح الحكوميه او لوائح الدوله الحديثه مرات السوداني عصي على انه يتاثر في الـ او زي ما يعني ما داري ان بسط اللغه برضه لكن يتماسس بمعنى انه يكون في اطار مؤسسه بتدخل العوامل الشخصية طوالي يعني ما بتقدر انت تفصل العوامل الشخصية من كده فهو من الصعب انه يدخل في اللوائح الالتزام باللوائح دي بيكون صعب جدا ده بالجوانب يمكن شوية كده في السلبية والإيجابية لكن من أبرز الجوانب السلبية بتظهر لنا في مسألة احترام الزمن برضو مسألة احترام الزمن عندنا فيها مشكلة كبيرة جدا ودي يمكن يعني يقول لك امي كان كترت عليك الهموم الدمدمون وزارعنا غير الله اللي يجي الله يعني ودي مشكله اللي هي دي اسمها الغدريه السلبيه دي واحده من المشكلات الخطيره في الشخصيه السودانيه يعني اي شيء بينسبه للقدر والمفهوم الغدر عنده زي مشوه او مختل بمعنى انه هو يوكل كل الامور نوكلها لله يعني خلاص بكره كده نحن طبعا انه ده الايمان لكن الايمان ما نخليه شماعه اعملوا سير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وامشوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ما قال اقعدوا في مكانكم امشوا في مناكبها اسعوا فانت بتسعى وبتجتهد وبعد كده التوفيق من الله لكن احنا كان كثرت عليك الهموم والدمدمون ويا اخي كان غلبك سده وسع قدها ويا عمي زارعنا غير الله اللي يقلعنا الرهيف التنقد محل ان شاء الله محل تبتك فبنلقى انه دي كلها مصطلحات بتعبر عن تراث متراكم من من التصورات للحياه من التصورات الخطط الشخصيه كمان بتلقى انه السوداني صعب جدا انه يبني له مخطط
شخصي مش على المستوى الفردي. حتى على مستوى المستوى القومي نحن صعب نبني مخطط قومي عشان نقدر نلتزم به وننفذه. يعني بتدخل عوامل خاصة وعوامل يعني بنفكر بفكرة رزق اليوم باليوم. نعم. ودي بتلقاها مركوزة في التراث الشعبي، يقول لك من هم بمعيشته كفر. من هم بمعيشته كفر. لا، بنلقى انه يعني صحيح انه انت يعني في الـ 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 الاقدار والارزاق على الله، لكن انت برضو الاقتصاد ده علم تخطيط والتخطيط، وانت بتدخر. وشفنا في قصة سيدنا يوسف. نعم. يعني قصة سيدنا يوسف كان فكرة اقتصادية كاملة، مش كان ممكن يقول لهم اكلوا محصولكم دي والباقي على الله، خلوه على الله. لا ابدا، ده نبي يعرف انه انت بتخطط، يعني تاكل الان تلت وتخلي تلت وهكذا يعني. صحيح. طيب انا محمد داير اسال عن انه مع هذا الوضع اللي تكلم عنه الدكتور، هناك نماذج، هناك على المستوى الفردي من استطاع ان يتجاوز هذه القناطير ويحقق كثير من الانجازات وكثير من واصبحوا ارقام يعني. ايوه صحيح. من اين جاء هؤلاء؟ ما نحن هؤلاء اللي بنتكلم عنهم لو لاحظت انه يكونوا منبوذين في مجتمع. يعني مثلا نحن الان مثلا في اوساطنا، مثلا في اساتذه الجامعه، في اساتذه بيكونوا احيانا عندهم مشكله في الوقت، يقول لك اسمع الساعه كده لو ما جيت انا بمشي. يحاول يضبط الاخرين. شوف الانتظام في مجتمع الانتظام في مجتمع فوضوي بيكون نشاز بالقاعده دي، فهو بحاول انه يلزم الناس بالزمن، ودي حاجه كويسه. تلقاه انه بقى ريجكتد، يا اخي ده حبك يا اخي ده مضيق انجليزي، يا اخي ده عامل فيها انجليزي، يا اخي ده ما بينفع كده. تلقاه انه حصلوا كونفليكت، حصلوا تصادمات خطيره مع المجتمع، ما قادرين الناس يتقبلوه. لو انت مثلا يعني من القصص اللي بيحكيها لنا واحد، ودي كلها يعني بتدخل هي في جزء من المخزون النفسي والثقافي للناس يعني. فبقول انه واحد من الراسماليه، ما في داعي لذكر اسمه، جالس معه واحد من الناس البسطة يعني. فجاء ولده الكبير وهو بدير الشغل، يدخل ويطلع ويا ابوي عايزين نعمل كده ونجيب كده ونسوي كده. فالراجل البسيط ده سال عمك التاجر، قال له يا اخي انت يا اخي ولدك ده ساك الدنيا ومطاردة كده ماله. فالتاجر قال له وهي الدنيا جاريه منه ماله. فبتلقى انه هم بيفتكروا انه ده شخص ملهوف على الحياه وكده، لكن انت اساس وجودك في الحياه عماره الارض. اساس وجودك ربنا لما اوجدك برساله انك تعمر الارض، وفي عمار الارض دي في النهايه انت بتكون بتتحرك في حاجه اسمها ثنائيه الدافع. الدافع في انك انت تشبع دوافعك الانسانيه، وفي انك تكون مستحضر الله في سعيك، وبالتالي دي كلها تكون بالنسبه لك ثواب في الاخره. وده بتميز به الشخص المسلم عن غير المسلم، انه هو بيتحرك بثنائيه الدافع، عنده دافع رضا الله سبحانه وتعالى، لانه العمل نفسه طالما انك انت متقيد فيه بالضوابط الشرعيه ومتقيد فيه بالموجهات الاسلاميه ومستحضر فيه رضا الله سبحانه وتعالى، بالتاكيد انه هو ده في النهايه ثواب في الدنيا والاخره. في الدنيا والاخره. لذلك نحن نحتاج انه ننقل الناس لهذا المفهوم، نرتقي الى انه فكره انه اف 50 is quite enough. Why 51؟ يعني لو 50% خلاص نجاح، ليه انا عايز اجيب 51؟ ده مفهوم خطا. ليه ما تجيب 99؟ جيب 100، ما في النهايه سعي وانت مساب عليه في الاخره. صحيح. فبنفس المدخل اللي هم بيشوهوا به مسألة القدرية دي، نحن عايزين الناس توظف هذا المخزون الديني وهذه القناعات العقدية الراسخة، يوظفوها في ناحية في منحاها أو في اتجاه الإيجابي، عشان تنتج لنا عمل، تنتج لنا دولة قوية، تنتج لنا مجتمعات متماسكة ومجتمعات فيها كفاية وفيها رفاه. ودي ما قام عليه صدر الإسلام، كانوا الناس بيعملوا بيجتهدوا بيثابروا من أجل عمارة الأرض تحقيقا لرسالتهم في ك ك ك ك كبشر عندهم رساليين. صحيح. حادين نحن في طبعا الكلمة، الصوت العالي والكلمة الحادة، وبنشوف نماذج كثيرة جدا موجودة الآن.
الكلمه الطيبه ممكن تعمل فينا عمل يعني. ايوه زي ما بيقولوا الكماسره يعني في الباص دائما بيقول لك الكلمه الطيبه جواز سفر. صحيح صحيح. فهي صحيح انه نحن في الجزئيه دي نحن عندنا خاصيه غريبه جدا، خاصيه متناقضه. نحن انفعاليين جدا وطيبين في نفس الوقت جدا. وده جاي من وين؟ مصدرة لك او انسبة لك، لكن بيشبهوها بس في نقطة تشبيه جميل يعني، بيقولوا الخليجيين عادة عن السوداني، بيقول لك السوداني عامل زي قزازة البيبسي. لو شربتها بالراحة تستمتع بها وتريحك، لكن لو خجيتها ورجيتها شوية بتطلع لك بأنفك وبتشرقك. فده السوداني. عشان كده السودانيين عموما هم يمكن يكون نظرا ل يعني مدرسه التصوف اللي فيها شويه من الـ من الـ من الـ من الزهد وشويه كده من الـ الـ البعد عن الصراع، ممكن يكون مثلا عن الـ الـ المجتمع القرائبي والمترابط ضيا. في جوانب كثيره جدا بتخلي انه يكون مثلا عندهم جانب العفو، لكن للاسف الشديد دي في مجتمعاتها العفو والتسامح هو مرغوب. ونحن هسه الان اشد ما نكون في لحظتنا الراهنه في السودان اشد ما نكون لفكره العفو والتسامح والزهد. ليه؟ لانه الان نحن في حاله مجتمع فيه احتراب وفيه حركه حقت صراع، فنحن محتاجين انه نسمو بالمساله دي. لكن السوداني ممكن يسور بفكره محل الرهيف التنقد والزارعين غير الله يجي يقلعنا، يسور يوصل اقصى ما في ما في ما في ثورته. لكن لو الان جيت وقلت له يا اخي والله انا اسف ممكن يبكي. سبحان الله يبكي، فهو بيكون في قمه الثوره دي ممكن كانه بالون، فكلمه واحده ممكن تنفس البالون دي يرجع شخص مختلف والناس تحاضن ويبكوا. فدي واحده من الخصائص ان احنا محتاجين لو قدرنا نقلنا هذه الروح المتسامحه، الروح المتسامحه والروح اللي فيها نوع من المودة والتعاطف وزيادة العاطفة. يعني الآن السودانيين واحدة من خصائصهم النجدة العالية، يعني احنا شفنا في دول خارج السودان لو واحد وقع الناس بيجوا ماشيين فيه عادي. لكن احنا ممكن نجي بالنجدة والمساعدة، لدرجة انه دي واحدة من المشكلات حسي الناس لما يجوا يدرسوا الاسعافات الاولية في السودان واحدة من مشكلاتهم كيف يقنعوا الناس انه لو في واحد حصل حادث ولا حصل شيء ما يتدخلوا عشان يشيلوه ممكن يقتلوه بالشيله دي، لكن ما بيقدروا يمسكوا نفسهم. صحيح. فهم مجتمع متعاطف جدا، مجتمع متسامح، رغما عن وجود بعض من العيوب الجوهريه وبعض من الخصائص المحتاجه الى تعديل. طيب دكتور محمد عبد العزيز الطالب، نحن كل ما نسال سؤال حاسين انه قاعدين نخش الموضوع اكثر. انا كمان ما قادر اعمل ونحن انتهينا يعني ما قادر احوش القصه دي. الزمن انتهى كمان للاسف. والله ما لكن دي دعوه انه ان شاء الله يعني الموضوع مهم يا محمد حقيقه، يعني كل اجابه على كل محور نحن بنحس انه خاشين على تفاصيل كثيره. صحيح. تفاصيل دقيقه جدا، لكن انتهى وقت الفقره. بنشكرك جدا. مرحبا بك دكتور محمد عبد العزيز. والله سعيد جدا ان اكون يعني ضيف على قناة طيبه الله، ونسال الله ان يطيب قلوبنا وان يطيب بلدنا وان يسبل علينا ثوب الستر والعافيه، وان يتقبل منكم هذه الجهود وان يوفقكم في اداء رساله الارتقاء ان شاء الله. الكتاب متوفر في المكتبه؟ والله متوفر، لكن حصلت فيه شويه ندره كده. الطبعه الاولى نفدت يعني او شبه نفدت يعني. فيها معلومات كثيره جدا عن شخصيه سودانيه ومجهود كبير. الله يكرمك، شاكر لك كثير. الله يديك العافيه. مرحبا.